شهر رمضان يا كابتن هاني، واكيد طبعا كل الناس عارفه شهر مختلف تماما. تخيل ان انت في رمضان بتلعب مباراه قويه كل 72 ساعه تقريبا، ومطالب ان انت تحقق الفوز وتؤدي اداء جيدا. النهارده الاهلي صحيح بيواجه فرق قويه زي الزمالك، سموحه، انبي، المصري، وبعدين الجونه، وبعدين غزل المحله، وبعدين الاتحاد، وبعدين الزمالك، وبعد كده مباراه الزمالك طبعا يعني زي ما بنقول ديربي. فالاهلي زي ما كابتن هاني قال يمكن اكتر فريق لعب، وبيلعب النهارده يمكن 19 مباراه، وباقي الانديه لعبت 18 مباراه فقط. طيب فين هنا مبدا تكافؤ الفرص وتحقيق العداله، تحقيق العدل او الشفافيه خلينا نقول؟ يعني انا بالرغم من كل الظروف دي طبعا، وانا بتابع وفي محاولات الحقيقه، وانا على ثقه كامله طبعا انه الاهلي قادر ان شاء الله انه يعدي كل الصعاب، زي ما بنشوف كل مباراه فعلا انه بيعمل ده فعلا، وبيوصل للنهايه لقمه الدوري، وبيحقق 3 نقاط كل مباراه الحقيقه في مشواره علشان يحافظ على هذا اللقب الغالي اللي عودنا عليه 42 مره. فانت النهارده بتعمل ضغط على فريق بيمثلك، واللي بيثبت كلامي الحقيقه امبارح شفنا حاله الجديه اللي ظهر عليها اللعيبه في مواجهه المصري. طبيعي جدا انه فريق المصري البورسعيدي يظهر بشكل لائق بدنيا، ويكون بيجري كويس، ويكون عنده التحامات قويه، ويكون مش عارف بيأدي بشكل كويس في الملعب وبيجري على الكوره وكذا. لكن انت بتتكلم في فريق مريح اكتر من 10 ايام، وبتتكلم في فريق في المقابل فريق النادي الاهلي بيعاني من غيابات وبيعاني من اصابات، ودوت يعني امام الجميع كله والجهاز الفني. النهارده فين الفرصه ان انت النهارده اللي بتديها للمدير الفني انه يعمل تدريبات استشفائيه للعيبه؟ بلاش تدريبات استشفائيه، فين النهارده ان انا بقعد كمدير فني اقعد اراجع الاخطاء اللي وقع فيها بعض من لاعبتي؟ ده ما بيحصلش عشان ما فيش وقت اصلا. تخيل انا النهارده في رمضان نازله بعمل مشوار، وبعد ساعتين رايحه مشوار، مسافره وراجعه تاني، هعمل مشوار تالت وارجع تاني. فده اللي احنا بنقوله، هي دي علامه استفهام. فين العدل في ده؟ يعني فين العدل في ده؟ انا مش ذنبي ان انا بمثلك في افريقيا، مش ذنبي ان انا مثلتك في كاس العالم للانديه، مش ذنبي ان انا النهارده الفريق الوحيد المصري اللي صعد لدوري ابطال افريقيا. لكن انا متاكده والله دايما فعلا زي ما انت قلت جمله الاهلي بمن حضر دي كل يوم فعلا يعني بتثبت صحتها في المباريات اللي بتعدي على الاهلي، خاصه في الشهر الكريم اللي انا حاسه ان اللعيبه ما بتلحقش تعمل حاجه. لا هي بصي هو بيحاول يعمل حاجه، خلي بالك المشكله يعني ان زي ما انت بتقولي، هو كمان اللعب في رمضان مختلف شويه، اللعيبه بتكون صايمه. لكن خلينا نتكلم ان كل اللي بنتكلم فيه ده بالظبط، يعني كل اللي بنتكلم ده فيها سهام. لكن دايما بقول الاهلي بمن حضر